القائم وصولا إلى الحد الفاصل بين القضاء ومدينة البوكمال السورية، حفر هذا الخندق تحسبا من تسلل المسلحين من وإلى سوريا المضطربة أمنيا. إلا أن هذا الخندق بدا وكأنه لا يخدم الغاية التي حفر لأجلها، لأنه أصبح يشكل خطرا كبيرا على مساحات زراعية واسعة في قضاء القائم. هذا الشق ما يمنع أي متسلل من العبور للمدينة وما يمنع أي شيء، مجرد بأنه ضايقه المزارعين. ويا السور هذا لازم يكون سور أمني حتى يحافظ على المنطقة، يحافظ على كذا. كان المفروض هم يخلوا شوية يبعدوا للحدود، يخلوا مع شريط الحدود. ليس هذا فحسب، فاستمرار غلق المعبر الحدودي بين القائم والبوكمال كان له الأثر الأكبر على أهالي القضاء الذين يعتمدون بشكل كبير في استيراد حاجاتهم المنزلية وموادهم الغذائية على الجارة سوريا. غلق هذا المنفذ أثر تأثير كبير جدا على الحالة الاقتصادية وخاصة لأهالي القائم. يعني المواد الغذائية صعد الضعف، الطماطة والخضار هم صعد ضعف، فالمفروض انه من الحكومة انه توفر بدائل. يعني انا مو اجي اسد الحد بدون دراسة. مسؤولون في القضاء نفوا تسلل المسلحين من وإلى سوريا عبر منفذ القائم الذي يقولون انه اغلق بتوجيهات من بغداد، إلا أن هذا النفي لم يدخل ضمن حسابات لجنة الأمن والدفاع النيابية. هذا المنفذ كان مسيطر عليه مسيطرة 100%، لا يوجد هناك تسلل، لا يوجد هناك هروب عناصر إرهابية من الجانب السوري إلى الجانب العراقي أو بالعكس. غلق في 1/4 بسبب توجيهات من ديوان مجلس الوزراء. هناك تسلل لمقاتلين وخصوصا تنظيم القاعدة الذين كانوا في العراق، هناك تهريب للأسلحة. ويفتح هذا المعبر لسويعات يوميا أمام العراقيين حصرا للعبور إلى مدينة البوكمال والعودة إلى القائم سيرا على الأقدام لتفقد ذويهم وأقربائهم، فيما يؤكد البعض أن غلق المعبر وحفر الخندق يأتي في إطار منع وصول أسلحة وتسلل مسلحين مناوئين لحكومة الأسد عبر هذا المنفذ إلى سوريا. حسين أسد، السومرية.